في حاجات حديثة طلعت وفي تطورات كتيرة طلعت، فاحنا لازم نواكب الركب الرياضي الإعلامي في كل حاجة. يعني لازم يكون زي ما الدكتور محمد بيقول، لازم يكون في محكمة رياضية تفض المنازعات، لازم ده يصار في القانون الجديد. لازم يبقى قانون جديد يعني يشمل مثلا الاستثمار الرياضي، التسويق الرياضي، يعني يبقى في شكل مختلف بالقانون موجود عندنا في الرياضة. لكن اللي بيحصل دلوقتي للأسف في ارتجالية، في عشوائية، مفيش نظام محدد، مفيش حاجة معالم محددة بنمشي عليها الرياضة بشكل يعني ممكن تقول لي أنت ممكن تتقدم للأمام. للأسف زي ما شفنا مثلا موضوع حل اتحاد الكورة، موضوع حل النادي الأهلي، كل دي عورات والمطبات اللي بتحصل بتخلي الأمور تروح للمحكمة العادية، مع إن احنا في رياضة المفروض الرياضة دي يبقى فيه زي العالم كله ماشي في محكمة رياضية دولية بتباشر أي أخطاء أو أي مشاكل بين الرياضيين في بعضها. لازم ده يتم، لأن قانون الرياضة مهم وهام جدا الفترة القادمة. لكن لو الموضوع طال عن كده الأمور هتخرج عن المألوف وهتغلق على النص وهتبقى المشاكل بتزيد أكتر وقت، ومش هيبقى في صالح الرياضة بالتأكيد ولا الممارسين بشكل عام. بشكرك في نهاية الأستاذ عادل عطية، شكرا جزيلا للناقد الرياضي بالأهرام المسائي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. يمكن أستاذ عادل أكد على فعلا مشكلة المنازعات الرياضية وأن يجب أن تحل هذه الإشكالية بشكل كبير. حضرتك كنت بنتكلم عنها قبل استقبالنا للأستاذ عادل، اتفضل. هو طبعا لو حصل في بعض العوار الدستوري او العوار القانوني في قانون الرياضه الحالي، لان الماده في الخاص بالمنازعات، خاصه بفصل المنازعات، لان الدستور ماده 190 اقرت ان الحق الكامل لمجلس الدوله في مراجعه التشريعات والفض المنازعات الإدارية والتأديبية دون غيره. يعني لا يمكن أن تكون هناك دي واضحة في الدستور، يعني ما دون غيره. مادة 190 فأصبح في إشكالية. يعني أنا عايز أمشي وفقا للتشريعات الدولية للمحكمة الرياضية الدولية، وعندي الدستور بيقول أن المنازعات الإدارية خاصة بها مجلس الدولة. طب هعمل قانون ضد الدستور ولا أعمل وفقا للمساق الأولمبي؟ هي ليه حلين. تمام. الحل الأول أن يتم بالتوافق مع وزير العدل أن يتم تشكيل أو تكوين هيئة، تكوين دائرة للرياضة من ضمن دوائر مجلس الدولة تكون مسؤولة عن فض منازعات الإدارة في مجال الرياضة. وده يعني بالاتفاق ما بين وزير الشباب والرياضة ووزير العدل، تكون تبع مجلس الدولة، تبع مجلس الدولة، هيئة دائرة من ضمن دوائر مجلس الدولة خاصة بفض منازعات في الرياضية في المجال الإداري. ده الجزء الأول أو ده الحل الأول. تمام. الحل الثاني، انا عندي المنازعات الاداريه ياتي في على راسها او على في اهميتها هو حل مجالس ادارات او تقديم بالطعن او التزوير في الانتخابات اللي بتتم. طب ازاي نوقف هذا الموضوع؟ عن طريق حل بسيط جدا. احنا من المسؤول عن تنفيذ القواعد تنظيم الجمعيه العموميه؟ الجهه الاداريه. طب هندي مثال مثلا على النادي الاهلي، لما حصل حل مجلس ادارة النادي الاهلي حصل حل لان اللجنه الثلاثيه ما عداش عليها التاريخ القانوني لتكوينها، اذا في خلل قبل انعقاد الجمعيه العموميه. طب ليه الجهه الاداريه ما وقفتش انعقاد الجمعيه العموميه؟ يعني انا لما الاقي خلل قبل الانعقاد لا ستوب، في خلل فما عقدش لحد ما صلح هذا الخلل وهكذا. ده حل بسيط جدا، ده شيء منطقي حتى. يعني انا المفروض ما اعملش انتخابات الا لما تكون كل الاجراءات وكافه الاجراءات التي تتم قبل الانتخابات سليمه 100%. طيب حصل خلل يبقى ما حاسبش النادي بقى، ما هو مين اللي بينفذ؟ الجهه الاداريه ولا النادي؟ الجهه الاداريه. يبقى الجهه الاداريه اللي تتسال مش النادي. يعني انا بحل مجلس اداره اتحاد الكوره ليه؟ احل مجلس اداره النادي الاهلي ليه؟ هو ايه ذنبه؟ تمام. انا بعت حاجه اجراء خطا، بعت حاجه مخله بالقواعد العامه لتنظيم الجمعيه العموميه، هو مين المسؤول عن التنفيذ؟ مش الجهه الاداريه؟ الجهه الاداريه مش اذا الجهه الاداريه لا تقوم باجراء الانتخابات الا عند اتخاذ كافه الاجراءات الصحيحه، عند وجود خلل يتم تاجيل. يبقى ده الشيء الطبيعي، وانا كده خلصت من المنازعات الاداريه. انا مش محتاج المنازعات الاداريه في حاجه خلاص. يبقى ده الجزء الاول. الجزء الثاني ان انا اقسم المنازعات الى فنيه وماليه وتاديبيه واداريه. تمام. وحضرتك اختص بالمنازعات الاداريه فقط مجلس الدوله، مجلس الدوله، وتصبح المنازعات التاديبيه والفنيه والماليه من اختصاص المحكمه الرياضيه. اصبح كده الحل موجود، ادي ثلاث حلول عملناها.
يعني. بس هو المفروض كان المشرع او او او, أو صياغه القانون ما انا في قانون الرياضه ما احطش بند يلزم به وزاره العدل. يعني انا المفروض حتى في الصياغه ما احطش هذا البند. مش في بند يعمل منازعات ما بين اكيد شيء منطقي. هل انا ليا سلطه كوزاره الرياضه ان انا احدد شكل قانوني لوزاره العدل؟ لا يمكن طبعا. لا كل فكان لابد ان يتم مراعاه هذه الصياغه عند وضع قانون الرياضه. على كل حال يعني هو الحقيقه وقت الحوار انتهى وبالتاكيد موضوع قانون الرياضه يحتمل المزيد والمزيد من الوقت، ولكن نتمنى ان احنا من خلال حوارنا نكون وضعنا ايدينا على بعض النقاط اللي يجب الالتفات فيها بالقانون الجديد ويتم تلافيها في المستقبل من اجل صياغه قانون ينظم الرياضه ويرتقي ويتطور بالرياضه في مصر بالتاكيد. في النهايه انا بشكرك شكرا جزيلا للدكتور محمد الغوري استاذ القانون والتشريعات الرياضيه. شكرا جزيلا لوجودك معانا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا بكده بتنتهي حلقه النهارده من هذا الصباح، بنتمنى نكون وفقنا في عرض محتوى هذه الحلقه. ان شاء الله غدا حلقه جديده واسره عمل جديده. في الى اللقاء.